السلام عليكم مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم ورمضان مبارك عليكم جميعا حيثما كنتم. لكل تغيير منطلقاته ومرجعيته، كما أن التغيير سنة الله سبحانه وتعالى في كونه، وبناء عليه فالتغيير من المنظور الإسلامي ينطلق من بعدين روحي ومادي كما هي طبيعة الدين الإسلامي. والتغيير في المنظور القرآني ثورة على القديم المتجمد، وثورة على الرواسب الفكرية الجامدة، وثورة على نمط التفكير الذي يجذب إلى الوراء، وثورة على الواقع المتردي بحيث وبحث عن التطور والارتقاء. لا يبحث التغيير في المنظور الإسلامي عن مكاسب آنية، بل عن تلك التي تبقى ذخرا في الآخرة، وبالتالي فهو تغيير لله ومن أجل دين الله. والإسلام يدفع دفعا نحو التغيير. يقول الحق تبارك وتعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجر فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. التغيير حركة مستمرة وغير محكومة بزمان ومكان، والقرآن يحض المسلم على أن يغير في كل يوم شيئا في حياته ولو كان قليلا. فما هي ضوابط التغيير وشروطه في القرآن والسنة؟ وما هو مجال التغيير؟ ومن المؤهل للقيام بعملية التغيير؟ ومن أين نبدأ في عملية التغيير؟ أسئلة سيحاول ضيوفنا الإجابة عنها في سياق حلقة اليوم من رحمة للعالمين. وأبدأ بالشيخ محمد زيتون، الرئيس العام لرابطة علماء ودعاة جنوب شرق آسيا، معي من جاكرتا في أندونيسيا. مرحبا بك شيخ محمد زيتون، وشكرا جزيلا لقبول الدعوة والمشاركة. مرحبا بكم، جزاكم الله خيرا، أهلا وسهلا، وكيف حالكم جميعا؟ شكرا، ورمضانك مبارك كريم شيخ محمد. مبارك علينا جميعا وعلى الأمة في كل مكان. نعم، كيف تحيا أندونيسيا رمضان هذه الأيام؟ الحمد لله، مع وجود الجائحة نحن نحاول أن نحيي رمضان كما كنا قبل هذه الجائحة، وتقريبا تعودنا تقريبا سنة منذ بداية الجائحة، فأصبح الناس يحيون رمضان وإن كانوا لا يزالوا يحافظون على بروتوكول الصحي من التباعد واستخدام. نعم، حفظكم الله جميعا وإياكم وإيانا من هذه الجائحة، ونسأل الله أن يرفعها قريبا. شيخ محمد، هناك آية في القرآن الكريم يتخذها الجميع شعارا حينما نتحدث عن التغيير بصفة عامة من مفهوم الإسلام، وهي قول المولى سبحانه وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. بداية، ماذا نفهم من هذه الآية الكريمة؟ أولا، واضح أن في الآية تتحدث عن سنة التغيير، أن التغيير ممكن أن يحصل. نعم، وحصول التغيير هو يتعلق بالإنسان، يتعلق كفاعل التغيير في الأرض، يعني هو الإنسان. نعم، صحيح أن الأمر لا يحدث إلا بإرادة الله، لكن الله سبحانه وتعالى علق التغيير في الأرض هو في كون الإنسان فاعلا مباشرا لهذا الأمر. فعندما يريد الإنسان التغيير، خاصة التغيير من حالة
سوء، من مهانة، من التدني، من التخلف إلى التقدم، إلى العز، نعم، أو إلى العزة، فلا بد أن يغيروا ما بأنفسهم، نعم. صحيح هذه الآية تحتمل أمرين، نعم، من الأعلى إلى الأدنى أو من الأدنى إلى الأعلى، التغيير، نعم. ولكن إذا ربطنا هذه الآية والآية الأخرى التي كانت أن تكون نفس الجملة في سورة الأنفال، نستطيع أن نقول صحيح أنها عامة، لكن يبدو أنها أقرب إلى التغير أو التغيير من الأدنى، من المهانة إلى العزة، من التخلف إلى التقدم، نعم. والعلة أو سبب التغيير تقريبا نفسه، سواء كان هنا أو هناك، وهي ما في داخل الإنسان، الأشياء المعنوية. الأشياء المعنوية هي أساس للتغيير. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إن كانوا لا يغيرون أسباب التخلف، أسباب المهانة في أنفسهم، فلن يتغيروا، يعني لن تتغير حالهم، نعم، إلى أحسن. وفي الأنفال أوضح، من فوق، من فوق إلى تحت، نعم. وذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمه حتى يغيروا ما بأنفسهم، أنعمه وما كان نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، نعم. فهذه الآية أو هاتين الآيتين حقيقة ينبغي أن يكون منطلقا لدراسة سنة التغيير في العالم وفي حياة البشر، نعم، وخاصة نحن كمسلمين عندما نرى واقعنا أكثره مرير، نعم، في عالمنا اليوم، فلا بد أن نلجأ إلى هذه الآية وتوجيه الرباني أننا لا بد أن نغير من داخلنا، سواء كان أفراد، أسر، جماعات، وكذلك شعوب. طيب يعني شيخ محمد زيتون، ما هو، نعم، الذي بتقديرك لابد أن يتغير ما بداخل المسلمين؟ وهل أن الحديث هنا خاص بالمسلمين أم أنه خاص بالناس بصفة عامة؟ أن الله لا يغير ما بقوم، عبارة هذه في سياق نكرة، فهي تعم الجميع، نعم، مسلم وغير مسلم. ما الذي لابد أن يتغير في نفوس الناس وفي المسلمين تحديدا حتى، نعم، يكون بداية عملية التغيير؟ نعم، صحيح كما تفضلتم أن الآية عامة، لكننا الآن يهمنا نتحدث عن واقع المسلمين، نعم، خاصة ما يعانونه من المشاكل و من الحالات السيئة في كثير من بلدانهم. فهنا يعني التغيير من الداخل. أولا لابد أن نعرف ما هو المشاكل والأمراض التي عندنا التي سببت التخلف، سببت المهانة، نعم. باختصار طبعا يرجع إلى تقريبا ثلاثة أمور. الأمر الأول ضعف الإيمان، ضعف الإيمان في كثير منا، ونعرف أن الأمة الإسلامية كانوا في عزة وكانوا يقودون العالم فترة طويلة لأن هؤلاء كانوا مؤمنين، لا نقول كلهم لكن معظمهم، أو الصفة الإيمانية عامة في حياتهم. هذا الأول. الأمر الثاني ضعف العلم، هو واضح أن هذا من أسباب ضعف المسلمين أو
وضع المسلمين الأليم في هذا العصر بل من العصور الماضية. ضعف العلم سواء كان في العلوم الشرعية وكذلك في العلوم العامة إن صح التعبير. نعم، وله علاقة بين ضعف العلم وضعف الإيمان، لأن الإيمان من العلم حقيقة، من العلم الشرعي وكذلك أعني من الآيات التنزيلية ومن الآيات الكونية. التفكر في آيات الله التنزيلية والكونية مما يجعل الإيمان يترسخ في القلب ويزداد. نعم. والأمر الثالث ضعف الأخوة والوحدة بين المسلمين. تقريبا ثلاث أمور رئيسة، وإن كانت هناك أمور أخرى نعم سببت هذه الحالة السيئة أو الأليمة. طيب، ونحن الشيخ محمد زيتون، ونحن نتحدث عن أسباب، دعنا نقول، هذا الضعف أو أسباب هذا الواقع الأليم الذي يحتاج إلى تغيير. في كثير من الأحيان كذلك هناك أسباب خارجية كذلك، ليس فقط ضعف الإيمان والجهل وضعف الأخوة، هناك أسباب خارجية، هناك استعمار كذلك جثم على صدور الأمة لعقود كثيرة، وكانت هدفه كذلك ضرب الدين وضرب الثقافة الإسلامية وضرب روح المبادرة عند المسلمين. نعم. ذهب الاستعمار، ترك وكلاء له اللي هم حكام العرب والمسلمين، كذلك لم يقصرهم في أن يقوموا بنفس العملية، بشكل أن الشعوب العربية من الاستعمار استلمها وكلاء الاستعمار وبقيت بهذا الشكل. ما أهمية هذا العنصر الخارجي كذلك في هذا الواقع المرير الذي يشهد به الجميع والذي يبحث الكل على تغييره؟ نعم، لا شك في ذلك. بالنسبة للعنصر الخارجي في جعل حالتنا مثل ما قلنا قبل قليل، ولكن العنصر الخارجي هو العنصر الثانوي. نعم، في هذا الموضوع. نعم صحيح، أن الاستعمار وكذلك المؤامرات إلى يومنا هذا سببت مشاكل عند المسلمين وصار واقعهم مثل الآن، ولكن كما عرفنا في السيرة النبوية وهو قبل ذلك في القرآن، نعم، إن كانت حالة المسلمين الداخلية قوية فلم يؤثر العنصر الخارجي. نعم، مهما كانت قوته. نعم، ولكن عندما صارت تلك الأسباب في ضعف المسلمين، ثم جاء الضرب من أعدائهم ممن يعادون الإسلام والمسلمين، فأصبح الضرب ضربا مبرحا، جعل المسلمين قرونا طويلة بعد عزهم في مهانة. نعم. ولذلك نحن عندما نتحدث عن التغيير، صحيح نحن نبدأ بالأشياء الداخلية ولا نغفل عن الأشياء الخارجية. لا بد أن نعرف أيضا كيد الأعداء ومؤامراتهم. نعم، وحتى أحيانا من المنافقين الذين تغلغلوا في أوساط المسلمين. نعم، ولكن لا بد أن نعرف من أين ننطلق، من أين نبدأ. هناك أشياء رئيسة، هناك أشياء أساسيات لا بد أن نهتم بها أكثر دون التغافل عن الأشياء الخارجية. طيب شيخ، لكن التغيير هذا
هناك مجالات كثيرة لابد أن يحصل فيها، والنظر إلى واقع المسلمين تجد مجال التربية، مجال التربية والثقافة، مجال الاقتصادي، مجال السياسة كذلك، هناك مجالات كثيرة. ما هي أولوية هذه المجالات التي لابد أن يوقع التركيز عملية التغيير والاجتهاد للبدء منها يعني؟ نعم، حقيقة هذا سؤال مهم جدا، والجواب لابد من الاهتمام بتلك الجوانب كلها. ولكن من أين نبدأ؟ نعم، طالما نحن الآن في رمضان، ورمضان شهر القرآن كما قال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ننطلق من هذه الآية أننا إذا سرنا وإذا عملنا ما عمله النبي صلى الله عليه وسلم عندما بعث للتغيير، لتغيير وضع الأمة التي أرسل إليها وهم في ضلال مبين كما عبر عن هذه الحالة الآيات القرآنية في سورة الجمعة الآية الثانية، كذلك في سورة آل عمران. نرى أن التغيير يبدأ من تعليم القرآن والتربية بالقرآن. قال تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. لا بد من العودة إلى هذا المنهج الرباني تغيير. فعلا لا بد أن نقوم بتعليم القرآن والتربية القرآنية على مفهومه الشامل وتطبيقه خير تطبيق. ولا أعني أننا كلنا نجلس في المساجد فقط ولا في المدارس نقرأ القرآن ونتدارسه فيما بيننا، لا، أنا أقصد هذا المنطلق. لا بد أن يكون عندنا برنامج مكثف في تعليم القرآن، ولكن أيضا في نفس الوقت نحن نحاول أن نأخذ معاني القرآن نطبقها في التعليم، نطبقها في الأمور الاقتصادية، في الأمور السياسية قدر الإمكان. طيب، حسب الاستطاعة. هنا شيخ محمد زيتون، عفوا أنا أكمل. عندنا نموذج طبقناها في إندونيسيا ولله الحمد، نعم، وأيضا في كثير من الأماكن في جنوب شرق آسيا. نحن نركز جل جهودنا واهتماماتنا في تلك الأشياء، ولكن لا نتغافل ولا نغفل عن أمور اقتصادية سياسية نشارك فيها قدر الإمكان، لكن ليس على حساب الأساسيات. طيب شيخ محمد زيتون، لكن أنت أتيت ربما على ذكر مجالات التغيير، لكن السؤال الملتصق بهذا السؤال هي العوائق التي تحول دون إتمام عمل التغيير. يعني لا يكفي وجود النية الصالحة الصافية، ولا يكفي وجود حتى برنامج ورؤية. ممكن العلماء الدين وعلماء الاجتماع والاقتصاد في أي بلد ما يضعون خطة جميلة للارتقاء وللتغيير وللتطوير وللتطور، إذا لم تكن السلطة السياسية مقتنعة بهذه الرؤية فلا يتم منها شيء. يعني يبدو أن العائق الأساس هو السلطة الحاكمة. إذا كان اقتنعت في إندونيسيا وفي كثير من الدول المسلمة وحتى غير المسلمة في آسيا، في خرجت بنفس المستوى بعد الحرب العالمية الثانية من الدمار ومن لا شيء، يعني مع مقارنة بدول عربية، لكنها تقدمت وأنجزت كثيرا كثيرا حتى صارت تسمى بالنمور السود في جنوب شرق آسيا. والدول العربية على رغم الإمكانيات المادية والفكرية الهائلة ما زالت في الحضيض وفي المؤخرة ومفعول بها كما يقال. إذن الطبقة السياسية يبدو شيخ محمد زيتون لها من الأهمية بمكان حينما تقتنع، وقد قيل من قبل
الناس على دين ملوكهم يعني. صحيح، أنا معكم شيخنا. حقيقة الأشياء التي ذكرتموها فعلا عامل أو عوامل مهمة في هذا الموضوع. نعم، إنما أريد أن أقول أننا في الأساسات لابد أن نبني أساسات قوية. صحيح يقال أنك تبني 10 سنوات ويأتي يوم واحد يهدم البناء، 1000 باني يكفي لهدم ما بنوه شخص واحد. نعم صحيح، هذه الأشياء واضحة، لكن لابد أن نرجع إلى واقعنا. حقيقة نحن الآن عندنا ضعف داخلي ما الله به عليم. نعم، ولذلك أحيانا لابد أن كما يقال نرجع عدة خطوات أو خطوة حتى نستطيع أن نتقدم 1000 خطوة. عندنا مثل في اللغة الإندونيسية هكذا. نعم، فهنا أنا لا أعارض. نعم، كما تفضلتم لابد أن نشارك في كل مجالات الحياة التي يمكن أن تقوي المسلمين ويحمي برامجهم الدعوية التربوية وهكذا، لكن في ظروف أحيانا لا يسمح ذلك. نعم، فلا بد من الأخذ بما هو متاح حتى وإن كان في الأساسات فقط. نعم، ما لا يدرك كله. وأنا أبشركم حقيقة وضع إندونيسيا ودول جنوب شرق آسيا عندنا نوعا ما بالنسبة لهذه الفرصة كبيرة أو أكثر وأحسن تقريبا من بعض الدول العربية. نعم، وهنا نحن نتحدث عن أنفسنا، نستغل الفرص الآن في هذه الأمور، خاصة عندنا مثلا في إندونيسيا وماليزيا الناس حتى ولو كانوا من العلمانيين والليبراليين وإن صح التعبير من المنافقين، لكن اللغة العامة في الأمور الدينية لا أحد تقريبا يتجرأ أن يتحدث علنا في معارضة الدين. نعم، فهنا نحتاج إلى أساليب مناسبة. يعني الأمة الأندونيسية والمجتمع الأندونيسي له حكمه يعني على هؤلاء. نعم، حتى وإن نعم كانوا في أنفسهم غير قابلين لكنهم مضطرون للالتزام وعدم التجاوز يعني. تقريبا نعم، وذلك الأفضل في مجلسكم الموقر الكريم هذا. أنا أتحدث إندونيسيا نموذجا أو جنوب شرق آسيا نموذجا. نعم، وأترك. نعم نعم، مهم النماذج مهمة لأن التربية بالقدوة يقال. نعم، يعني نموذج مهم. نعم، طيب شيخ محمد زيتون، وأنا أبشركم أن التغييرات عندنا إلى أفضل بإذن الله ستستمر وتزداد تطور أكثر وأكثر، وإن كان أحيانا في بعض الحالات تأتي أشياء تخوفنا، لكن بصفة عامة يمشي على ما يرام. أنت تتحدث عن واقع إندونيسيا المغاير ربما لواقع المجتمعات العربية، يعني نفهم من كلامك أنه المجتمع الإندونيسي له من الثقافة الدينية والالتزام الديني ما يشكل ضاغطا حتى على الحكام حتى على الساسة في عدم التجاوز تجاوز الدين. نعم نعم، ولذلك نحن عندنا في إندونيسيا نستطيع أن نعمل حتى المسيرة المليونية سابقا. نعم، على مسيء القرآن. نعم صحيح أن الأمور دول أو أحيانا تكون لنا وعلينا. صحيح، ولكن بصفة عامة الوضع كما تفضلت. نعم طيب الشيخ محمد زيتون، الثورات العربية اللي انطلقت منذ 2011 في تونس ومصر وليبيا وسوريا وغيرها، هل هي داخلة بنظرك أنت في إطار
بحث الأمة العربية والإسلامية عن الانعتاق من الدكتاتورية والتسلط، وبحث الأمة عن التغيير الحقيقي والتطوير الحقيقي؟ نوعا ما حقيقة، وقد جاء بالبشرى، وإن كان بعد ذلك يظهر لنا التراجع من هذا، خاصة أو أقل شيء في بعض البلدان العربية. نعم، ولكن بصفة عامة أن الأمة العربية أيضا في مسير إلى التغيير إلى نحو الأفضل بإذن الله تعالى. وأنا أتمنى أن يفهم إخواننا سواء كان في الدول العربية أو في غيرها أن الوضع الذي حصل لنا مثلا التراجع بعد التقدم لا نعتبره دائما خسارة، قد يكون في صالحنا للمستقبل البعيد. نعم، للمستقبل الأفضل. صحيح نحن مستاءون من هذا، خاصة بعض الإنتاجات كأنها سرقت بين عشين وضحاها. نعم، ولكن عندنا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم قدوة وعبرة عندما حصل الحديبية بعد الانتصارات المتتالية الكبيرة من بدر وأحد والخندق. تصور بعد غزوة الخندق، نعم، بحيث أن المسلمين انتصروا انتصارا عظيما على التحالف، ليس فقط على المشركين من قريش من مكة من لكن تحالف الأعداء من الجزيرة، ومع ذلك انتصر المسلمون عليهم. وبعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والمسلمون يريدون العمرة وهم مرفوع الرأس، نعم، لأن هم حققوا انتصارات قبل ذلك. نعم، فذهبوا إلى مكة بدون سلاح. نعم، فصدفوا هناك، نعم، وصدموا أن المشركين منعوهم للدخول، بل أكرهوهم أو طلبوا منهم بقوة أن يدخلوا في الهدنة المشهورة بهدنة الحديبية. نعم، هنا حتى الصحابة في البداية كانوا يظنون ويعتبرون تلك الهدنة إهانة، حتى قال بعضهم يعني ما فعلوا بنا ونحن في جاهلية، فكيف فعلوا بنا الآن ونحن مكرمين بالإسلام؟ نعم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم وجههم وسمعوا وأطاعوا، ثم تبين بعد ذلك فعلا أن الهدنة هي كانت جسر ذهب للنصر الحقيقي. وفي بعض التفسيرات سمى الله تعالى الحديبية بالفتح المبين. نعم، وهذا نعم. هذا أنا طبعا لا أريد أن يتكاسل الناس بعد ذلك، لا، عندنا الحمد لله حالات بين أحيانا نحن نستطيع أن نتظاهر حتى إلى المليونية، وأحيانا لا نستطيع، لكننا نعتبر هذه الحالات كلها تسلسل إلى التقدم. نعم، سلسلة للتقدم، ولكن أهم شيء يرجع إلينا نحن، يعني نحن لابد أن نكون متمسكين بالمبادئ وأيضا بإرادة التغيير إلى الأفضل مهما كان الوضع. نعم، فقط نحن أحيانا نكيف الوضع، أحيانا نتكيف، يعني نتكيف بالحالات التي أمامنا ولا نتحور. نعم، وبدون اعتبار، بدون تفكير، وبدون استراتيجي المناسب. نعم، ولذلك أحيانا نحن ننصح بعض الإخوة أن يدرسوا ويتدارسوا الوضع الصحيح عندهم
ويعني يحاسبون أيضا قوتهم وإمكانياتهم. طيب في عملية التغيير من يقودها؟ من يقوم بها؟ من يتولى الإشراف عليها بالأساس؟ هل هناك فئة معينة لها الأولوية؟ أكيد الجميع سيشارك ولابد أن يشارك، نعم. كل كون حسب جهده، لكن نعم. رأس عملية التغيير من هم المؤهلون للعب هذا الدور يعني؟ نعم، هو على رأسهم حقيقة العلماء، ولكن العنصر الأكبر في رأيي أنا هم ما يسمون بأولي الألباب. أولي الألباب هؤلاء الذين عندهم إيمان وعندهم وعي وعندهم أقل شيء العلوم الأساسية للإسلام، وهم منقسمون إلى تخصصات وإلى مهارات وإلى مراكز، نعم، قوة في المجتمع. هؤلاء حقيقة في رأيي هم العنصر الأساسي والأكبر في قيادة الأمة للتغيير. نعم، إذا رأينا في الآيات القرآنية كثيرة هم بمسميات مختلفة، سواء كان أولو الألباب، سواء كان يسمى بدعاة، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، بمسميات كثيرة. نعم، هؤلاء. فإذا استطعنا أن نكون عددا كافيا من هؤلاء فالمجتمع سيكون بخير بإذن الله، وسنصل إلى الجزيرة المرجوة في هذا التغيير بإذن الله تعالى. طيب، لكن حينما يبحث العلماء عن التغيير ويسعون لذلك ثم يجدون أنفسهم في مواجهة مع السلطة السياسية الرافضة لعملية التغيير، هنا تجد العالم بين صنفين، صنف يقبل إذن بهذا الضغط ويستسلم ويقول هذا هو ما في وسعي وهذا ولي الأمر وطاعته واجبة، وصنف آخر يتمرد على الحاكم على اعتبار أن الحاكم خارج عن السياق وأن ما يدعو إليه هذا العالم هو الأصل لأنه يعني منطلق من منطلقات شرعية قرآن وسنة، فقد يدخل في مواجهة، في مناكفة، في صراع حتى مع السلطة. كيف تنظر أنت إلى هذين الموقفين؟ في الحقيقة مواقف العلماء لا بد من أن ننظر إليها في ظروف من ظرف إلى ظرف، نعم، في ظروفهم الخاصة. فأحيانا في بلد في ظرف معين المواجهة بحيث أن العالم يقف بقوة في إنكار المنكر، نعم، سواء كان من المجتمع أو إن كان منكر عند الحاكم، فهنا لا بد أن يقوم العالم بهذا الأسلوب، نعم، وله أجر كبير، وإذا تراجع هنا سيكون وبال عليه وعلى الأمة. ولكن أحيانا العالم لا بد أن يحسب حساب، لأنه لا يفكر في نفسه فقط لكن يفكر بالنسبة لمشروع تغيير الأمة وتطوير الأمة، بل أحيانا مشروع الحفاظ على كيان الأمة. نعم، فهنا العالم له أن يجتهد، نعم، أهم شيء أنه دائما يتوكل على الله، لا يقرر ولا يتخذ قرارا ولا يتخذ موقفا إلا وهو متيقن أن هذا هو يرضى الله عنه، نعم، وليس بسبب الهوى، بسبب الدنيا، وحتى ولا بسبب الخوف على نفسه، نعم،
لأن العالم عليه مسؤولية كبيرة في قيادة الأمة. نعم. طيب، الشباب الذي يحب الإسلام ويحب الدين وهو كذلك غير راضي بالواقع، التخلف والتبعية التي تعيشها الدول الكثير من الدول العربية والإسلامية، نعم، فتجده يرد الفعل بنوع من الحماس مبنيا على بعض النصوص الشرعية طبعا هنا وهناك، ويذهب في اتجاه قد يكون متطرفا، قد يتسبب في ضرر أكثر للإسلام من حيث كان يريد أن يصلح. كيف تنظر إلى هذه المحاولات؟ وعلى فكرة تاريخنا ليس فقط في الآونة الأخيرة تنظيم الدولة ولا القاعدة ولا غيره، هذه التنظيمات موجودة عبر التاريخ الإسلامي، هذا الفكر يعني الثوري الخارج عن الأطر، دعنا نقول وخارج عن الضوابط، موجود وتسبب في أضرار كثيرة عبر تاريخنا. كيف تنظر أنت شيخ محمد زيتون إلى هذه المحاولات؟ هل هناك بأي وجه ما فائدة منها للإسلام؟ والله يعني أنا أرى هذه الأشياء تضر أكثر من أن تنفع، يعني خاصة كما ذكرت قبل قليل أن وضع واقع الأمة الآن من حيث الضعف، يعني واقع حقيقة بعيد جدا، نعم، بحيث أننا الآن لابد أن نعرف أن الأمة الإسلامية حتى وإن كان عددهم كبيرا يشكل خمس تقريبا من سكان العالم، إلا أن ليس في أيديهم زمام الأمر، نعم، ولذلك بعض المحاولات هذه مع كونها أيضا غير شرعي في قول أكثر العلماء، نعم، وأيضا مع كونه تكون ماذا أشعية، نعم، يعني تضر للأمة الإسلامية حقيقة. نعم. صحيح قد يفرح البعض بسبب الغضب في نفوسهم، بسبب الضغط أيضا على الأمة الإسلامية، ولكن عندنا سيرة، عندنا أدلة واضحة أن في مثل هذه الحالات نصبر ونصابر ونفعل المناسب والأفضل، وهو التعليم والتربية، نعم، التعليم والتربية، وكذلك لا بأس أن نتحدث ونتكلم ونأمر بالمعروف وننكر المنكر، لكن ليس بالأفاعيل التي كما ذكرت تضر الأمة، نعم، أكثر من أن تنفع، نعم، هذا فحقيقة هذا الزمان، نعم، يكون ابتلاء وامتحان لنا، إذا كنا نستطيع أن نرتب أوراقنا ونوطن أنفسنا، وهنا دور العلماء ودور كما ذكرت إن صح التعبير المثقفين المسلمين، نعم، أو أولو الألباب، يعني في التحدث والحوار مع الشباب، نعم، وتوجيههم توجيها صحيحا، أنا متأكد أننا بإذن الله في الوقت القادم سننطلق أكثر، نعم، واضح، نجني إن شاء الله الثمار المرجوة. شكرا الله. شكرا جزيلا لك شيخ محمد زيتون الرئيس العام لرابطة علماء، تفضل. نعم، طالما نحن في رمضان أريد أن أبعث لإخواني المسلمين في أي مكان في العالم أنهم لا بد أن يستبشروا بالتغييرات القادمة لصالح الأمة الإسلامية.
أسباب للتغييرات هذه عندنا في الأمة الإسلامية ولله الحمد. وبالنسبة لي وأقل مظاهر لهذا هو مظهر الصيام للمسلمين في العالم. نعم. تصور مليار وزيادة من المسلمين يصومون في يوم أو في وقت واحد يغيرون حياتهم شهرا كاملا تقريبا، ما يدل على أننا حقيقة أمة عندنا صلاحية للتغيير وعندنا إمكانية لهذا، وإن شاء الله نقود العالم إلى الأفضل في المستقبل بإذن الله تعالى. وجزاكم الله خيرا. شكرا جزيلا شيخ محمد زيتون الرئيس العام لرابطة علماء ودعاة جنوب شرق آسيا، كنت معي من جاكرتا في إندونيسيا على المشاركة والإفادة. مشاهدي الكرام، بهذا نذهب إلى فاصل الآن ثم نعود لنستكمل الجزء الثاني، تفضلوا بالبقاء معنا.